عملنا في هذه المسرحية في ظل الحرب على قطاع غزة ومجسدت دور المرأة الفلسطينية والمعاناة التي بتعانيها في الحرب من خلال أنه هي يعني عانت وتحول الواقع تبعها من واقع المرأة العاملة قبل الحرب واللي بتقبض يعني بشكل كويس لا واقع المرأة الفلسطينية في الحرب اللي بتعبي مية واللي بتخبز على النار وبتخاف على أولادها. بصراحة يعني جسدت يعني كان أكثر مشهد يعني أنا حبيته هو المشهد الأخير إنه المرأة الفلسطينية دائما بتخاف على أولادها وبتخاف على عائلتها كيف تحولت حياتها من الحياة المستقرة الآمنة للحياة اللي مليانة رعب ومليانة وجع وألم. فلا اللي هو السلطة الذكورية كانت في المسرحية احنا يعني حبينا ان احنا نسلط الضوء على هذا الشيء من خلال انه حرفيا الواقع الفلسطيني انه يعني الرجل دائما بيكون له السلطة الذكورية والقوامة الذكورية على المرأة ومش دائما بتفهم اللي هي طبيعة المرأة والشغلات هذه. فاحنا حبينا ان احنا نوصل رسالة للمرأة ونوصل رسالة لقطاع غزة بشكل عام او للعالم بشكل عام ان المرأة الفلسطينية بتستاهل بتستحق حياة افضل بتستحق حياة احسن تستحق ان هي تشتغل وتكرم وتكون في منزلة يعني رائعة.